في هذا الميدان في هذه اللحظات. أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه. شكرا لسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. شكرا لوزارة الرياضة، شكرا للاتحاد السعودي للهجن. هكذا أيها المتابعون الكرام وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن بداية وانطلاقة أول أشواط الجذاع وتحديات الجذاع البكار في ثالث أيامنا مع هذه الانطلاقة مع أول الأشواط أقوى الأشواط وأعتاها في صباح هذا اليوم. تحضر الأسماء والشعارات بين أقطاب وأركان هذا الميدان. 5 كيلومترات هي الحكاية والرواية. يا من تتابع ويا من تشاهد هذا البث الحي المباشر الذي ينقل لنا ولكم وقايع ومنافسات وتحديات ومعارك هذه البطولة، نسير لنتعرف مع البداية مع أول العناوين أول المندفعين. مقدما لنا شعار عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي مع متعبة مع بداية الشوط ومع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات غيرت من المركز الثاني من وصافة هذا الشوط إلى مقدمة هذا الشوط، حيث التواجد من شعار محمد بن علي بن حمد بن علي المرية بن قريعة يقدم لنا الذيبة في هذه اللحظات بشعار محتل البداية والصدارة، بينما المركز الثالث هنا القدوم هنا التسلل في هذه اللحظات من الحضور والتواجد مع فهد بن سليمان بن عبد العزيز الفهد مع الظبي على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع الأسماء شعار وجب بن بندر المغير العتيبي مع مهيضة على المركز الرابع وخامس الأسماء. خامسا نتابع وتتابعون في هذه اللحظات الحضور والتواجد مع الاسم القادم في هذه اللحظات، وصل عبد الله بن مشهور آل يحيى الشريف مع الجزيرة على المركز الخامس. هكذا هو النداء مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نداؤنا الأول للخمس الأسماء المتقدمة للخمس الأسماء الباحثة الطامحة عن النوماس وعن المجد التليد. نعود من ندائنا الأول نتحول بحضراتكم إلى نداء آخر إلى مقدمة الشوط إلى الذيب الذيب الذيب. لا زالت مسيطرة الذيبة في هذه اللحظات مع بداية الشوط ومع الصدارة بشعار محمد بن علي بن حمد بن علي المري بن قريع يقدم لنا الذيبة مع صدارة الشوط. الأشقاء أبناء دولة قطر أبناء الشحانية أبناء التحدي في هذا التحدي في هذه المواجهة مواجهة خليجية في أول الأشواط. الذيبة مع البداية الذيبة لا زالت مسيطرة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني ثاني الأسماء ووصافة هذا الشوط في هذه اللحظات التواجد مع هنا الظبي فهد بن سليمان بن عبد العزيز الفهد على المركز الثاني والمركز الثالث. الحضور والتواجد مع أوطان سلطان بن سالم بن رباح الحربية. وصلت في هذه اللحظات أوطان أحد الأسماء الخطيرة الحاضرة المتواجدة على المركز الثالث، متعبة رابعا، بينما القادمة على المركز الخامس. خامس الأسماء هنا التواجد محمد بن ناصر بن حطاب الكعبي مع بشاير على المركز الرابع، والقدوم مع شعار الحربية والتسلل. بدأت الأسماء بالتسلل من مركز إلى مركز. أتابع أول الواصلات في هذه اللحظات
هنا غرام مفلح بن محمد بن سالم الهاجري، هنا القدوم كذلك مع اللي قادمه، وصلت هنا وسام نادر بن فرج المرواني الجني. نعود إلى مقدمة الشوط، إلى الذيب 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 الذيب، هنا بقيادة وبتحديات محمد بن علي بن قريع، لا زال مسيطر الإمبراطور، لا زال مع مقدمة الشوط مع أول أشواطنا. الله يا شوط الإخداع، جن يتميز بإمتاع بإمتاع، لكن الذيبة الذيبة لا زالت مع مقدمة الشوط. والمركز الثاني المركز الثاني الظبي، أوطان أوطان هي القادمة الواصلة، مهيض مهيض بشعار بن وجب، بدأت الأسماء بالاقتراب، بدأت الإجداع بدأت الإجداع، والله اللي طارن والله اللي زان اللقى. ومن هنا ومن هنا تبدأ المواجهة الحقيقية في لقاء كبير، في لقاء مثير ما بين الأسماء والشعارات، لكن الذيبة لا زالت قريبة لا زالت قريبة. والقدوم مع المركز الثاني، الكيلو الأخير الكيلو المثير، كيلو النوماس، كيلو الفوز، كيلو الانتصار، ثاني الأسماء الظبية فهد بن سليمان بن عبد العزيز الفهد، والقدوم مع عوم راشد بن عبد الله بن راشد الزكيبة المراي. أوطان تتحرك تتحرك، أوطان يتحرك بالرباح بالرباح، يبحث عن النجاح، لكن الظبي لكن الظبي لكن القدوم لكن القدوم، هدف هدف عاطف الحميدي العنزي، وصل الشملاني وصل الشملاني مع هدف على المركز الثاني في هذه اللحظات. ومن الجانب الآخر عوم 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 الظبي، هدف هدف عوم الظبي. الله الله، يا هذا الشوط شوط مليون بالإثارة بالقوة والندية. النوماس وين النوماس وين النوماس وين؟ سعودي ولا عنابي؟ عنابي ولا سعودي؟ الله يا آخر الأمطار، الله يا آخر الأمطار، يوه الله ياخر الأمطار، ولكن القدوم يوه يوه، درب 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 ليمار ليمار بن ابنية بن ابنية، أبناء المملكة العربية السعودية، أبناء تبوك الورد، مع ليمار 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 بطلة لأول الأشواط. تهانينا وألف مبروك لصالح بن ابنية البلوية مع ليمار، خاطفة نوماسي أول الأشواط. الله يا هذا الشوط ليمار، من فاجأتنا فاجأت الجميع بهذا الحضور عند الرمق الأخير. هنا صالح بن ابنية بن صالح البلوي، يا صالح أنت الناجح في صباح هذا اليوم. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، لكن نعود مع التوقيت الزمني في هذه اللحظات ولحظة وصول ليمار لصالح بن ابنية بن صالح البلوي، توقيته 7:51، 23 جزءا من الثواني. هكذا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى فاضل، توقيت ليمار مع أول أشواطنا في صباح هذا اليوم. المركز الثاني كان هدف بشعار عاطف الحميدي الشملان العنزي، وتوقيت هدف 7:51، 71 جزء من الثواني. ثالث الأسماء عومة راشد بن عبد الله الزكيب المري، بينما المركز توقيت عومة نعم 7:51، 72 جزءا من الثواني. المركز الرابع الظبي فهد بن سلمان بن عبد العزيز الفهد، خامسا أوطان سلطان بن سالم بن رباح الحربي. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، هكذا كانت النتيجة وكان ملخص أول أشواطنا في صباح هذا اليوم. شوط كان مليون بالإثارة وبالقوة وبالندية حتى اللحظات الأخيرة حتى الرمق الأخير، وليمار بطلة متوجة بأول أشواطنا في هذا الصباح. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، إلى فاضل ليمار، والتهنئة لمالك ليمار صالح بن ابنية بن صالح البلوي على هذا الفوز.